شوية ملح، باذنجان. حلو، بموت فيه ده، حلو قوي. حتى بتبص عليا وانا باكل، ده انتوا عالم مفيش حل فيكم. المقادير: باذنجان، بطاطس، حمص مسلوق، زيت زيتون، خبز شامي، دبس رمان. الصوص بتاعي بقى عبارة عن زبادي، طحينة، مايونيز، ثوم، كمون، ملح، فلفل، سماء، بقدونس، ولوز محمر. دي مقادير بتاعتي، دي المقادير بتاعتي. زيت زيتون اهو، نصلي على الحبيب. زيت زيتون ادي، ثوم كده، الثوم اهو مع زيت الزيتون، كل ده بضربه مع بعضه. ثلاث معالق زيت، ثلاث بيضات، ذرة ملح، ذرة سكر، كل ده مع بعضه. الدقيق مع البيض مع اللبن مع الزيت مع الملح مع السكر، كله مع بعضه. طيب كده بقى انا بطلع بالسلطة، وخش بالزبادي اهو، والستيك نزلناه على الشاشة برضو اللي طلبوها. ده الصوص بتاعي اهو، خدت خل وادي ليمون، خدت شوية ليمون وادي شوية خل اهو، وملح وفلفل وكمون اهو. لسه عندي المايونيز، ده الصوص بتاعي اهو. نحط بقيت حاجتنا اهو، ادي العيش بتاعنا، ونصلي على النبي. ادي الفتة بتاعتي. حاضر، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي.